السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي خدنا الداتا، خدنا الميثود، خدنا الكمبيوتر. في حالة عندنا اسمها واتش، في حالة عندنا اسمها ايه يا جماعة؟ واتش اللي هو بالشكل اللي هو ده. عندنا حالة اسمها واتش. واتش معناها ايه؟ معناها مراقبة. انا عايز اراقب متغير معين، انا عايز اعمل عملية مراقبة. وليكن هقول له مثلا هنا اي جي يعني جنيه مصري، وهنا مثلا وليكن دولار. انت عايز تراقب، عايز اراقب ايه؟ عايز اراقب اللي هو الاي جي، فبتكتب اللي هو اسم المتغير، وتيجي تكتب هنا فانكشن عايز اراقب قيمه اللي هو المتغير اي جي. فاي لا كنت لما اول لما المتغير يتغير اللي هو مين؟ اللي هو الاي جي. اول لما المتغير يتغير اللي هو الاي جي اللي هو ايجيبت، انا عايز اعمل اكشن معين. ففي هنا بارامتر بيتمرر، سميه اي حاجه سواء في او فاليو او فال او اي حاجه انت عايزها. ده بيحمل القيمه اللي اتغيرت ليها اللي هو الاي جي. يعني تعالى دلوقتي قول له كونسول دوت دوت فاليو. تعالى كده واحده واحده كده نشوف. تعالى دلوقتي قول له هنا انا هخلي ده، نخلي ده في موديل. في موديل اللي هو ايه يا جماعه؟ اي جي. مش لو انت دلوقتي عدلت هنا في الاي جي اوتوماتيك هيعدل اللي هو هنا. تعالى دلوقتي كده نشوف واحده واحده. نفتح الكونسول، واحد اثنين ثلاثه اربعه. شايف انا بطبع القيمه اهو، واحد اثنين ثلاثه اربعه بطبع. طب والرن دي ديت من ايه؟ مرن احنا قلنا جايه من الفانكشن اللي انا عمال استدعيها اهو. نبدا نلغيها بالشكل ده، نقول له واحد اثنين ثلاثه اربعه. طب الواحد والاثنين والثلاثه اللي تحت دي جايه من فين؟ ما انت قلت له اول لما تبدا، اول لما تبتدي تعمل اللي هو في تغير حصل في المتغير اللي اسمه اي جي هينفذ الفانكشن دي وهيطبع دي. طب ما ايه رايك تيجي تقول له ذس دوت الدولار بيساوي الدولار بقى قيمه الدولار، الدولار الجديده بيساوي ذس دوت الاي جي في 16. يعني انت دلوقتي بتقول له لو انا دلوقتي كتبت هنا واحد، القيمه الجديده بقت واحد، واحد في 16، فقيمه الدولار دلوقتي بكام؟ قيمه الدولار دلوقتي بقت بكام؟ ب 16. وتعالى دلوقتي برضو نشوفها في هيئه برضو، في هيئه برضو ايه؟ انبوت بالشكل ده. تعالى دلوقتي واحده واحده اكتب دلوقتي واحد قالك 16. طب 2 32 3 4. اول لما قيمه، وبص هنا برضو في الفيو، فيو بانل 5، انت ملاحظ ان القيمه ايه عماله تتغير اهو، تمام؟ فدي معناه ايه؟ اول لما قيمه، اول لما قيمه الاي جي هتتغير اللي هو الاي جي، شوف قيمه الدولار بتاعتها بكام؟ والله واحد بيساوي 16 دولار. ولو انا دلوقتي غيرت هنا هيحصل حاجه؟ لا مش هيحصل حاجه، لان انت ما قلتلوش اول لما يجي يتغير، اول لما يجي يتغير الدولار ايه اللي يحصل؟ طب اقول له ازاي؟ على تحت عند الواتش قول له والله هنا أول لما الدولار يتغير فاليو هنا شايلة إيه يا جماعة؟ القيمة الجديدة اللي الدولار اتغير ليها. قول له بقى في الحالة دي زيس دوت الإي جي بيساوي إيه بقى؟ الفاليو على إيه بقى يا جماعة؟ على 16. ولو أنا دلوقتي دخلت واحد فدي هتبقى واحد على 16. واحد دولار على 16. صح كده؟ طب لو أنا دلوقتي دخلت هنا، دخلت هنا 16. لا ثانية واحدة، ثانية واحدة، أنت دلوقتي عايز تيجي تقول له إحنا عاملينها بأسلوب اللي هو غلط. أنا دلوقتي في حالة أنا دلوقتي في الإيجيب دخلت واحد، فقيمة الدولار هتبقى بكام؟ والله خد الجنيه المصري اضربه في 16 وطلع لك 16 دولار. طب لو أنا دلوقتي دخلت هنا 16 دولار، لا إحنا فعلا كتبنا صح، لو إحنا كتبنا 16 دولار يبقى 16 دولار هتتحط هنا بيساويها كام بالمصري؟ لما تيجي كده نجرب ونشوف. حتى دلوقتي واحد ألف 16. طب لو انت كتبت دلوقتي 32 قال لك 2، انت كاتب دلوقتي كام؟ 32. هي ده اصلا ده الخاص بالايه؟ احنا نرجع هنا تاني بحيث ان احنا نعمل بليس هولدر او نعمل حاجه معينه بحيث ان احنا نفهم ان يعني ده بليس هولدر ايجيبت وده بليس هولدر دولار بالشكل اللي هو ده. يبقى تاني واحد اللي هو مين يا جماعه؟ اللي هو الدولار. لو انا دخلت 2 دولار المفروض ان هو لو انا دخلت 2 دولار يبقى ايه يا جماعه؟ لو انت دخلت، دخلت مثلا هنا 32 جنيه مصري، لا يبقى احنا عاكسين فعلا، عاكسين فعلا. طيب ننزل تاني معلش، ننزل تاني معلش. الدولار اللي هو هنا لو انا دخلت هنا، لو انت دخلت هنا الايجيبت اللي هو الجنيه المصري، لو انت دخلت هنا 10 جنيه او دخلت هنا مثلا 16 جنيه، يبقى انت دلوقتي الدولار بيساوي كام؟ هتقسم، هتقسم بقى صح؟ وهنا هضرب
بالظبط كده، احنا بس كنا غلطين في العلامات. لو انت دخلت هنا 16 جنيه مش 16 جنيه على 16 هيطلع لك دولار واحد. ايوه لو انت دخلت في الدولار دولار واحد يبقى قيمه الايجيبت واحد في 16. مظبوط كده، احنا فعلا عكسنا الموضوع. يعني لو انا جيت دلوقتي قلت له دولار واحد قلب 16 جنيه، لو انت قلت له والله 100 جنيه عامله كام؟ 6 دولار وربع. لو انت جيت دلوقتي قلت له 100 دولار عامله كام؟ 1600 جنيه بالشكل ده. طب لو انا قلت له دلوقتي 100 جنيه مصري عامله كام؟ 500 جنيه مصري عامله 31 دولار وربع. يبقى احنا دلوقتي كانت الغلطه بس في تبديل اللي هو العلامه. يبقى تاني يا جماعه، عمليه واتش معناها ايه؟ عند تغير قيمه متغير. يعني ايه عند تغير قيمه متغير؟ عند تغير قيمه المتغير اللي هو ده ابدا اعمل عمليه واتش وشوف القيمه الجديده وصل لها ايه. انا دلوقتي عرفت القيمه الجديده اللي هو وصل لها كانت ايه. خد الفاليو دي سميها فاليو، سميها في، سميها اي حاجه. يعني ممكن اقول له هنا في وادي هنا اقول له هو في، سميها اي حاجه، سميها اي حاجه. ولو دخلت قلت له هنا 10 والله هنا قلت له 10 بالشكل ده، سميها اي حاجه. فدي القيمه الجديده اللي وصل لها الدولار. كتبت هنا 1 دولار، ال1 دولار ده عايز اضربه في 16 بحيث ان هو يطلع لي 16 جنيه بس. يبقى الواتش ده ما بيعمل ايه؟ عند تغير القيمه ببدا ان انا اعمل عليه اي حاجه بقى، ابدا اطبع غير في قيمه متغير تاني وهكذا. احنا دلوقتي ربطنا الاثنين مع بعض، ربطنا الاثنين مع بعض. اتمنى الجزء ده يكون مفهوم وما كنتش لخبطت الناس. هي الفكره كلها اللي احنا غلطنا في الايه؟ في تبديل العلامات بس مش اكتر.